النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي دعا إلى إدارة مشتركة للملفات الاقتصادية والأمنية والإدارية في محافظة كركوك، مؤكدا ضرورة أن يكون ذلك باتفاق تشرف عليه الأمم المتحدة والحكومة العراقية. كركوك توجد فيها ثلاث ملفات حساسة وشائكة، ملف الإداري وملف الأمني وملف الاقتصادي. أي مكون من مكونات الثلاثة يغيب عن أحد الملفات يحدث خلل في كل الملفات الأخرى، ويحدث عدم اطمئنان وعدم استقرار لمواطني مدينة كركوك. الآن كركوك وكركوكيين يحتاجون إلى مبادرة وفتح حوار جدي برعاية حكومية أو رعاية أممية للوصول إلى توافقات حول الملفات الثلاثة، ليكونوا قادرين على نهوض بالمدينة وإيجاد استقرار أمني واقتصادي وإداري.